مسلسل بالتو. الايام اللي فاتت الحقيقه منصه واتشت عرضت مسلسل كوميدي الناس كلها كانت بتتكلم عنه، ويمكن كمان اكثر الناس اللي تاثرت بيه هم كل اللي درس طب ودخل طب وبدا مشواره، وازاي تم تكليفه وخد امتيازه فين ومساله بيتوزع فين. الحقيقه انه المسلسل في اطار كوميدي لكن بيناقش منظومه مهمه جدا، منظومه مهمه جدا، واللي بيحصل فيها وحديث التخرج ازاي يعني بتكون معاناتهم بقى مع بدايه التكليف وايه اللي بيحصل لهم. السوشيال ميديا بتتكلم كتير عن المسلسل، والحقيقه انه الفنان الشاب عصام عمر دكتور عاطف دي اول بطوله مطلقه ليه، والناس كلها بتتكلم عنه، بتتكلم عن موهبته الكبيره الحقيقه اللي يمكن احنا شفناه في ادوار تانية ما هياش كوميديه وكان قوي جدا جدا، لكن كمان اختياره للكوميديا اختيار لافت الحقيقه. انه منصه واتشت تختار انه نعمل عمل زي ده بيهتم بمساله المنظومه الصحيه واللي بيحصل جواها، انه كمان ما يبقاش اختياري لنجوم صف اول، ده مساله مهمه جدا، يقول انه لا، في فرصه بنديها للمواهب ما دام المواهب دي تستحق انها تظهر بالشكل ده. خلينا دلوقتي ناخد معانا على التليفون بطل المسلسل عصام عمر. مساء الخير عليك والف الف مبروك يا دكتور عاطف الدور، ويعني مكسر الدنيا. مساء النور، ازيك يا استاذه هدير، اخبارك ايه؟ الحمد لله، الف مبروك المسلسل. وكواليس المسلسل كانت عامله ازاي؟ لانه الحقيقه انا حاسه ان انت خريج طب يعني. لا لا والله كانت الحمد لله، اولا يعني على شكرا على المداخله دي اولا، والحمد لله على ان الناس حابه المسلسل بالشكل ده بعد عرض 4 حلقات، واتمنى ان هم يحبوا المسلسل اكتر ويتعلقوا بيه اكتر في الحلقات الجايه كمان. تابعت الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الناس اللي دخلت الطب ازاي بتكتب عن المسلسل؟ والله على قد ما بقدر، انا الحقيقه بصور دلوقتي فبقعد اوقات كتير في التصوير، لكن في الوقت الفاضي بخش اتابع، وحقيقه يعني متفاجئ جدا، ما كنتش متوقع ده خالص، حب الناس للمسلسل كده يعني حاجه بسطاني جدا الحمد لله. اول بطوله ليك مطلقه، ما خفتش الموضوع كان عامل ازاي؟ مسؤوليه كبيره برضو، والمنصات الحقيقه المنافسه عليها قويه. يعني خلينا نقول اول دور رئيسي، بلاش بطوله دي ما بحبهاش. ان شاء الله يعني ادوار رئيسيه ومزيد من الادوار الرئيسيه، والمهم ادائك في الدور الحقيقه واحساسك بالدور وانك مصدق الدور. يعني يمكن الموضوع موضوع طب والتكليف وبيروحوا فين والاماكن البعيده وازاي يعني الدكتور بيكون شايل مسؤوليه كبيره جدا جدا وهو لسه صغير. طبعا حاجه انا بحب يعني طول الوقت كده الحاجات اللي شبه كده، واللي يعني بتهم كتير من الشباب اللي في سني والاصغر مني والاكبر مني، بحس ان انا محتاج اعملها، بس مش محتاج اعملها عشان خاطر امثل وخلاص، محتاج اعملها عشان خاطر يعني اقول للشباب ان في ناس يعني في حد حاسس بيكم وحاسس بتفاصيلكم، مش فكره كوميديا بس، حاسس بتعبكم وحاسس بالمجهود اللي انتم بتعملوه، وان هم ما يقولوش اي دكتور لسه صغير او كبير، اعتقد من اهم الناس في المجتمع. ف يعني اتبسطت جدا لما الدور جالي، واتبسطت ان انا عملته بالطريقه دي، واتمنى ان هم يكونوا شافوا نفسهم فيا وحسوا بجد ان انا يعني ان شاء الله خلال الحلقات الجايه كمان الضوء هيبقى اكتر على 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 اللي هم بيتعرضوا له اكتر، وازاي هم بيحسوا بيه. اتمنى ان انا اكون نجحت في ده يعني بشكل او باخر الحمد لله. تناول القضايا دي بشكل كوميدي، الكوميديا مش سهلة، وإنك تتناول قضية وفي نفس الوقت تضحك الناس ده مش أسهل حاجة الصراحة. طبعا طبعا دي هي من أصعب الطرق اللي انت تقدمي الموضوع بشكل كوميدي، لان انت فاهمه يعني في العادي ممكن اي دور ممكن تعمليه حتى لو شويه تركيز هيطلع تمام هيطلع كويس، بس الكوميديا ان انت تضحكي الناس ده كان شيء صعب، وخصوصا ان انا كمان اخر سنتين او ثلاثه الادوار اللي كنت بعملها كلها ممكن كان فيها حاجه فيها لايت خفيف بس مش كوميديا سيرك، فكانت ادوار مختلفه تماما يعني، فالمره دي كان الموضوع فيه ريسك شويه، بيبقى انا عارف يعني ان انا كنت بادئ كوميدي في المسرح اصلا، بس فكره ان انت تقدمي للناس في مسلسل على منصه مهمه شبه واتشت، الناس مستنيه اعمالها جديده، لان اعمالها اللي فاتت نجحت بالتفاوت يعني، بس نجحت بشكل والناس مستنيه هينزلوا جديد، فان انت تقدمي لهم حاجه بشكل كوميدي بشاب جديد مش كل الناس عارفاه، او اللي عارفينه قليلين او عارفينه حتى الناس اللي عارفاه بشكل مش كوميدي. بس الحقيقه يا عصام ان كل الناس اللي كانت بتتفرج عليك، ويمكن ده ظهر بعد مسلسل بالتو، كل الاراء كانت بتقول انه ده مشروع نجم،
ربنا يخليك، متشكر جدا يا ديري والله. دي حاجه يعني انا يعني انا حاجه سعيد بيها، واتمنى ان انا اكون كده فعلا، ومش مجرد كلام والله. فاتمنى ان انا اكون فعلا قد ده، وهشتغل طول الوقت. انا بحب التمثيل، وبحب شغلانتي، مش عايز منها حاجه غير ان انا افضل اعملها. فاتمنى ان انا افضل ادوار كده الناس تحبها وتشوف نفسها فيها، سواء كوميدي او مش كوميدي، لان انا بحب الاختلاف طول الوقت. افضل اغير كده في جلدي، وبحس ان هو ده التمثيل، يعني ده متعتي الشخصيه كمان. وان هم يفضلوا يعني يشوفوا نفسهم فيا، دي اكتر الكومنتس اللي بتيجي، ان هم الناس حاسه ان انا منهم. فانا نفسي ابقى منهم على طول، يعني مش عايز ابقى منفصل عن الناس، لان انا بحب الناس هنا. يعني انا بحب الناس اللي انا منها، يعني ان انا بنتمي لهم يعني. طب عايزه اسالك يا عصام، قريت الكتاب؟ انا عارفه انه المسلسل معمول عن كتاب بالطو فالينا وتعب. قريت الكتاب طبعا. اكتر حاجه كنت قلقان منها ايه قبل بالطو؟ بصي، انا قريت الكتاب طبعا اول ما اتعرض عليا على السكريبت المسلسل نفسه، قبل ما اروح اقعد حتى نتكلم، قريت الكتاب عايز افهم انا ايه اللي داخل عليه، وهقدر اعمله ولا لا. لان مش عيب ان انا في حاجات ما اقدرش اعملها، يعني مش عيب ان الممثل يقول ان انا ده ممكن ما اعرفش اعمله، ممكن حد صديقي يعمله احسن، حد ممثل تاني حتى لو مش صديقي يعمله احسن، يبقى قالي عليه. فقريت الكتاب عشان افهم انا داخل على ايه. ولما قريته دكتور احمد عاطف، يعني دمه خفيف بدرجه يعني كوميدي كده بالفطره كده، انت مش متخيله المواقف اللي في الكتاب كانت عامله ازاي من جمالها، واللي ضحكت لوحدها. ولما تيجي تقري السكريبت نفس الحكايه، كاتب المواقف جميله جدا باختلافاتها بكل حاجه، تحس ان انت بتضحكي وانت بتقري لوحدها. فكان برضو ريسك كبير ان انت تاخدي اصلا حاجه كوميديه، سواء كتاب محقق نسب نشر كبيره جدا، او تاخدي سكريبت حلو دمه خفيف وتشتغلي عليه، تقولي لنفسك انت هتعملي فيه ايه. انت لازم تبقي على قد بساطته، على قد دمه الخفيف، عشان الناس توصل له بشكل او باخر. فالحمد لله يعني ربنا كرم والله. هو مش حاجه والله يا دير، هو ربنا كرم بس، مش اكتر من كده. اي حد كان هيبقى حلو ان شاء الله وهو بيعمل المسلسل ده. لكن بالتاكيد مجهودكم واضح وواصل للناس. عايز اسالك عن اصعب مشهد بالنسبه لك لحد دلوقتي صورته، اكتر مشهد يعني كنت بتقع من الضحك والمشهد بيبوظ وبتعيده فيه، كان مشهد ايه؟ بصي، وانا ما كنتش بقع من الضحك وانا شغال بصراحه، لان ما كنتش منفصل تماما عن ان انا عصام بقى. انا كنت بحاول اكون عاطف، حتى ان اخد الحاجات باستغراب اكتر ما اخدها، عشان عاطف انت عارفه متفاجئ طول الوقت. هو طول الوقت بيقابل حاجات مفاجاه، ما الحقيقه بيقابل حاجات مختلفه خالص. هو جاي من مجتمع مختلف، راح الريف بالظبط، ويعني لازم بقى يبتدي ان هو يدخل وسط الناس هناك ويتعامل معاهم ومع المرضى. لازم يدخلوا يتعامل ويبقى وسطهم، وفي نفس الوقت ما يقابل الحاجات ازاي هيبدا عاطف. بدا الاول مش طايق المكان عشان خاطر نفسه يقعد جنب ابوهم ويقعد جنب اصحابه، وازاي بعد كده بدا يستغرب من الاختلافات، وازاي يتقبل الاختلاف، وازاي كل الحاجات دي خلال الحلقات هتبان للجمهور اكتر، ان احنا جمال كلنا بس باختلافاتنا، وان احنا نقبل اختلافاتنا كلها يعني. ومن اصعب المشاهد بصراحه كان مشهد الولاده، اللي هو كان في الحلقه اللي فاتت، يعني الحلقه الثالثه. كان مشهد صعب جدا جدا، قعدنا فيه وقت طويل جدا، وكنا بنضحك بصراحه، وكنا بنتكعبل، وكنا متوترين عشان نعمل مشهد دمه خفيف لوحده من غير حاجه. فالحمد لله الناس حبته يعني. الحقيقه انه نجاح كبير، والناس كلها بتتناقل الكلام عن المسلسل، واللي ما شافش بالطو بيتكلم يقول للناس لا لازم تشوفوا بالطو، الموضوع مختلف، النقاش مختلف، الحاله اللي في المسلسل حلوه جدا، النجاح، الشباب، الفرص ان احنا نطلع وجوه جديده، ان يكون في صف تاني بهذا القدر من الموهبه. الحقيقه يعني انجاز كبير وعمل يستحق التقدير والمشاهده. عصام انا ببارك لك ان شاء الله كمان الحلقات اللي جايه الناس تستمتع بيها اكتر، واللي لسه ما ابتداش يشوف المسلسل يبتدي يشوف المسلسل، وربنا يعينك يا دكتور عاطف على اللي جاي. ربنا يخليك، انا متشكر جدا على المداخله دي، ويعني حابب اشكر يعني ان انا ده مش مجهودي، ده مجهود استاذ عمر المهندس، ومجهود دكتور احمد عاطف، واستاذ شريف جلال مدير التصوير، واستاذ نير دهشوري الستايل، حابب اشكرهم، ومحمد حلمي المنتج المنفذ ووتشت نفسها، ان هم ادوني الفرصه دي. وفعلا ده صحيح. مش مجرد شكر وبس، لا دي حاجه حقيقيه من قلبي، لازم في اي مداخله عايز اقولها وفي اي حاجه لازم اقولها، عشان ده حق الناس يعني. مش فكره انا ما عملتش حاجه، انا مجرد انا بس اللي متصدر، لكن هم النجاح نجاحهم هم يعني.
لا هو شيء مشرف الحقيقة أنه إحنا نسلط الضوء أكتر على المواهب اللي موجودة في الأجيال اللي جاية. ده شيء مهم جدا لأنه بلدنا مليانة كوادر فنية كبيرة جدا جدا في كل المجالات. فالحقيقة أن الواحد سعيد جدا بهذا العمل، وببارك لك عصام عمر ليك ولكل الكرو، إن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق وتوصلوا لقلوب الناس أكتر وأكتر. متشكر جدا على وجودك معنا. جدا 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 يا أستاذ غدير. شكرا جزيلا.